الحوار الذي كان بين محاورين ممثلي التنسيقيات وممثلي الجامعة الوطنية للتعليم. حسب ما عشناه هذا الأسبوع نقول للوزارة وننادي الرجال الشرفاء والرشداء في مكاتب الوزارة بحال حالات الملفات التربوية. أولا نحن ليست لدينا مطالب خبزية لنسكت بزيادة 1500 درهم بمقدار 25 درهم. نحن نأبى أن تطبع كرامتنا ب 25 درهم لإسكات الحق وإسكات الملفات المطلبية التي وضعناها مرارا وتكرارا على رفوف وعلى مكاتب الوزارة الوصية. فمن هذا المنبر ومن مراكش الحمراء ننادي العقلاء والرشداء الساسة الحكماء في هذه الحكومة التي تقود الصرح المغربي التي تقود الجماهير المغربية إلى ما لا يحمد عقباه بالنسبة للغلاء وبالنسبة لارتفاع أسعار المحروقات وبالنسبة للعب بمصير شبابنا الذين يرمون بأنفسهم في بحور الأطلسي وكذلك في البحر المتوسط. هل نسكت سكوت الموتى؟ هل نسكت سكوت الجماد؟ كفى وكفى من الاستخباء والاستهتار. نحن هنا لنعيد المطالب على مسامع وزارة التربية الوطنية. فالحوار الذي طال ممثلي التنسيقيات وممثلي الجامعة الوطنية للتعليم كان حوارا شكليا أقول عنه مقنعا، حوارا يحمل خلفيات متعددة. فكيف لحوار لجولة واحدة بأن يثني عن استجابة جميع الملفات المطلبية التي تتمثل في 25 ملف مطلبي لفئات متعددة. بالنسبة لهذه التمثيلية التوحيدية الميدانية تضم 25 مكون و 25 تنسيقية بالإضافة إلى لجنة وإلى هيئة وإلى نقابة الـFNE. إذن كل تنسيقية تحمل ملفات مطلبية خاصة استمرت في الصبر واستمرت في المخافة على الأمن والاستقرار الأمني لهذه البلاد. فرفعنا بكل أمانة وبكل شرف هذه المطلبيات وهذه الملفات للجهات المختصة، وإذا بنا نصدم وندبح من الوريد إلى الوريد بتواطؤ النقابات الأربع وبسرية تامة صادقة وعلى النظام المآسي في الجريدة الرسمية. فهذا النظام الأساسي الجديد للتعليم أجهز على الحقوق المكتسبة خلال السنوات الفارطة. فكيف لرجال التعليم والجسم الأستاذي كافة ابتدائي إعدادي ثانوي والتعليم الأول كذلك أن يثق في حكومات تعتمد السرية وتعتمد التواطؤ في إخراج نظام مآسي، نظام أساسي جديد يقولون عنه أنه منصف، إذ بنا نقول عنه أنه أجهز على جميع الحقوق. فالدستور المغربي الذي هو أسمى وثيقة في البلاد نوقش سنة 2011 بمقاربة الرأي والرأي الآخر داخل المؤسسات التشريعية وداخل قبة البرلمان. فكيف لأسمى وثيقة في البلاد أن تناقش بشفافية والنظام الذي سيؤثر قطاع حساس في البلاد يصادق عليه بكل تواطؤ وبكل سرية. أبناؤنا كذلك يدرسون في مدارس العمومية، وأبنائي أنا نظرا للإرهاق والجهد المادي والأداب الأسري الذي عشناه من جراء مصاريف مدرسة تمدرس أربع أطفال اضطررنا رغم امتياز مناصبنا إلى سحب أطفالنا من القطاع الخصوصي وإلحاقهم بالقطاع العمومي لمساندة هذا الحراك الإصلاحي، لمساندة هذا الحراك التعليمي. فلكم في سنغافورة أحسن مثال، ولكم في كوريا أحسن مثال، ولكم في الدول المتقدمة أحسن مثال. أنا دائما مستيق للسؤال ديالي هو الفكرة وناقضها أو يسمى الفكر الجدلي. نعم. واش ما متخوفين شي والسنة بيضاء بكل وضوح؟ نحن هنا من أجل الإصلاح ولن نهاب ولن نخاف شيئا إلا عندما نصل إلى الإصلاح. فالسنة البيضاء على أبنائنا وعلى أبناء الشعب المغربي، فأولادهم وأبنائهم يا
تمدرسون في التعليم الخصوصي، فكيف لهم ان يحملون هم ابنائنا؟ فابناؤنا هم ضحايا وهم من فقدوا شيء كثير خلال هذه الاسابيع الانتفاضيه والاسابيع النضاليه. هل انتم محرجون امام التلاميذ واولياء التلاميذ بسبب هذا؟ نقول دائما للتلميذ عذرا عذرا يا تلميذ، هم اجبرونا على التصعيد لان هناك ملفات مطلبيه عديده يجب النظر اليها، من بينهم التعاقد. فكيف لشباب مغاربه ابناء مغاربه احرار حرروا الوطن، اجدادهم كانوا في مقدمات المقاومه وحرروا الوطن، كيف لهم ان يطبعوا يعني مسيرتهم المهنيه بهذا التعاقد المهزله؟ فنطلب الامن الوظيفي لكل الاطر التربويه، خصوصا في قطاع التعليم. فقطاع التعليم قطاع حساس وقطاع قاعدي، به نبني قاعده الوطن وبه نبني القيم والاخلاق. قولوا ان الجامعه الوطنيه للتعليم انها نقابه شريفه، نقابه مناضله عبرت ميدانيا عن النزاهه وعن ولكن الشفافيه. ولكن لم تتوصلي الى الحل وانتم ما زال مستمرون في الحركه. لم يتوصلوا الى الحل نظرا للحوار المقنع، نظرا لادمغه الساسه الذين اجهزوا على حوار يعني اقل ما نقول عنه انه مسرحيه. اطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان يشفى الجسم الاستاذي شفاء عاجلا في اقرب الاوقات بتدخل القصر الملكي ان شاء الله تعالى، لاستجابه الى مطالب الشغيله التعليميه للمحافظه على قطاع حساس ومهيكل.